والله هو احنا ما شاء الله احنا ما شفنا من هاي 14 سنه غير الفساد والدمار والتهجير، يعني ما شفنا يوم حلو بحياتنا. صار 14 سنه من وراء هاي الحكومه، واتمنى الشعب العراقي يوعى، اتمنى الشعب العراقي يوعى على الفاسدين وما ينتخب واحد منهم. حس الزني ما ينتخب واحد من دول اللي دمروا العراق مره ثانيه. جو على تدمير العراق اكشف صيف كامل واشهر ما مطرح. تتوقعين ام محمد تتوقعين الحل بس بعدم الانتخاب؟ والله هي مو بس انتخاب، يعني هي الانتخابات اللي راح تجيبهم للسلطه وراح همنا يتفرعون علينا وهمنا راح دمار. لا انا اقصد هل الحلول الموجوده قدام المواطن العراقي انه بس ما ينتخب؟ يعني تعتقدين انه رحيل السياسيين الموجودين هي بقضيه عدم الانتخاب؟ ما ممكن الناس ما تروح تنتخب وتجي امريكا وايران وبطريقه مثل اللي حصلت ب 2010 وغيرها وغيرها من الانتخابات، وتجيب اي شخصيه وتحطها وتقول لك هاي انتخابات نجحت بنسبه 70% على سبيل المثال والصناديق جاهزه وموجوده. يعني اخويا ام رضوانه من اللي توجعنا، اللي ما ينتخب يروح يسوي انتخابات او يسوي هاي الشريحه مالت البطاقه زين، لا له راتب لا له حصه لا الا يعني كلها لغوها. نعم كلها لغوها زين، ما ظلت يعني يقول يعني نقول بس وعسى الله سبحانه وتعالى يغير هاي الشغل العراق يرجع مثل ما كان.